تشاهدون اليوم. المحاميه نجلة القحطاني تعرفنا على سلسله حلقات منصتها لازم تعرف. كمامات قماشية صنعت بأيدي سعودية. عهد عبد الرحمن من الأسر المنتجة تتحدث عن مشروعها لصناعة الكمامة. رسام الكاريكاتير حكيم يشارك أعماله مع استوديو سيدتي ويحدثنا عن مساهمة الفن الكاريكاتوري في إيصال رسالة توعوية للوقاية من كورونا. مبادرة أنتم أبطال سلسلة توعوية تطلقها الدكتورة حنان العنقاوي وسيدتي يسلط الضوء عليها. فقرة فنية مع الملحن والشاعر بدر خالد على أوتار العود. يا أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سيدتي الذي يسلط الضوء على كل ما يهم الأسرة السعودية والخليجية والعربية. أهلا وسهلا بك يا عبير. أهلا وسهلا يا ريم، وأهلا وسهلا طبعا بالسادة المشاهدين، مساكم الله بالخير. نرجع نذكركم مرة ثانية مشاهدينا أنكم تتفاعلوا وتشاركوا معنا من خلال حسابنا على تويتر، وأكيد رح نبدأ معكم حلقتنا زي ما عودناكم دائما بجولة سريعة في أبرز الأخبار المحلية والعالمية. منع التجول في جميع أنحاء جدة ابتداء من غدا السبت من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 6 صباحا ولمدة 15 يوم. وأيضا يا ريم، منع التجول في جدة جاء بسبب ارتفاع نسبة الأشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة. مع استمرار طبعا الرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات في جدة والدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول. جميل. وأيضا الداخلية أعلنت استمرار مراقبة الحالات الحرجة في الرياض واللي شهدت ارتفاع في هذه الفترة، وذلك استعدادا لأخذ الإجراءات المناسبة في حال استمر الارتفاع. هيئة تقويم التعليم تعلن عن تنفيذ الاختبار التحصيلي في مراكز الاختبارات خلال الفترة من 16 إلى 26 شوال لمن يرغب من الطلبة بعد انتهاء تجربة الاختبار عن بعد أمس الخميس بنسبة نجاح بلغت 96%. ألف مبروك صراحة. يعني كمان خلينا نتكلم عن تطبيق تاني وشيء كمان يفرح، تطبيق توكلنا يتيح خدمة تعديل مقر السكن نظرا لكثرة الطلبات، والتعديل متاح لمرة واحدة فقط، فالأفضل أن يكون موقع السكن صحيح قبل القيام بأي تغيير. وبدعم من هيئة الترفيه تم إطلاق تطبيق شادو رسميا، وهو أول تطبيق يتيح للجمهور الغناء مع أشهر نجوم الوطن العربي على شكل ديو. واو. كمان شفنا يا ريم تويت لإعلان عن التطبيق على حساب هيئة الترفيه طبعا في تويتر أنه قريبا هنغني مع سهم. من الأخبار جميلة جدا، ولكن إلى خبر حزين جدا العالم كله تفاعل معه، وهو نفوق أو وفاة أنثى فيل حامل في الهند. البعض يقول أنه سبب هذه النفوق أو هذا الوفاة أنه بعض المزارعين أطعموا الفيل حبة أناناس ملغومة بألعاب نارية، وهذا تسبب لها بإصابات وحروق بالغة. صراحة الموضوع جدا محزن، يعني المؤلم في الموضوع كمان أنه الفيل نزلت النهر لما صار معها هذا الموضوع علشان تبرد ألمها. يعني كان يحزن الخبر على الصور على التفاعلات الناس. نعم. والتغريدات اللي وصلت تتوقع فوق الميريم، بس التغريدات وصلت فوق 100,000 في هاشتاجين، واحد بالعربي وواحد بالإنجليزي، elephant or أنثى الفيل الحامل. خلينا نعرض شوية منها، نعرض شوية من هذه التغريدات. طيب حسبي الله ونعم الوكيل. يعني واضحة جدا انه الناس جدا مستائين ومضايقين من اللي قاعد يصير، كثير تغريدات على الإنسانية وانه هذه مو تصرفات إنسانية. مرة حزن. طبعا تفاعل كثير من الناس، وخصوصا الرسومات اللي شفناها. يمكن اكثر شيء احزن الناس انه الفيلة كانت حامل، انه كان في بيبي في بطنها. ف يعني الموضوع اخذ صيت على مستوى العالم كله، سواء في العالم العربي او الغرب. يمكن هذه هي الفيلة، هذه صور حقيقية للفيلة صح؟ هذه لاني شفت الفيديو تبعها كانت تبكي. ف خلينا نشوف جزء بسيط من الفيديو.
വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള കൃഷിയിടങ്ങൾ, സ്വകാര്യ തോട്ടങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വന്യമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം. 15 വയസ്സുള്ള കാട്ടാനയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം 28 വെള്ളിയാർപ്പുഴയിൽ കാട് കയറ്റാനുള്ള ശ്രമം വിഫലമായപ്പോൾ വനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുങ്കിയാനകളെ എത്തിച്ചതുമാണ്. വായിൽ വലിയ മുറിവുമായി വേദനയിൽ നിന്ന് പിടിയാനയെ പുഴയിൽ നിന്ന് കരകരിഞ്ഞത്. മലപ്പുറം പാലക്കാട് ജില്ലാ അതിർത്തിയിലാണ് വെള്ളിയാർപ്പുഴ. കാട്ടാന 3 ദിവസം പുഴയിലും പുഴയോരത്തുമായി നിന്നിരുന്നു. ഗർഭിണിയാണെന്ന വിവരം മനസ്സിലായത് കാട്ടാനയുടെ ദാരുണാന്ത്യം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ചർച്ചയാണ്. പക്ഷേ എന്നാണ്, എവിടെ വച്ചാണ് ആനയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റതെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. കാട്ടാന ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ ആനയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വച്ച് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചതാണോ എന്നും വനം വകുപ്പ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. يعني انا اللي بس ابغى السبب اللي بدي اعرفه ليش سووا كذا. هم كانوا بيلعبوا زي ما بنشوف الناس اللي بيآذوا الحيوانات في البر مثلا، كيف بيآذوا الديابة مثلا والقطط في الحارة وكذا. هل كانت مجرد أذية ولا كان في سبب هم شايفينه عشان يسووا يبوها تموت؟ ايش هو السبب اللي ممكن مثلا يبغوا يموتوها عليه وبذي الطريقه الشنيعه؟ بذي الطريقه يعني يمكن عشان صعب قتل يعني الفيل كبير. يا ريم، مش 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 بذي الطريقه اصلا. يقدر ترى الفيل يبكي، يعني انت هذا الحيوان ترى يبكي تحديدا الفيل، فيمكن بان في النهر انه هي يعني حزينه جدا ومتالمه. هذا الموضوع من جد يحزن انه في قله انسانيه. يحزن انه في قله رحمة. انسانيه. الناس اذا بتاذي اصلا الناس بتاذي الناس، يعني الناس بتاذي الناس، فما هتاذي حيوانات. ف مشاهدينا احنا اكيد مكملين معاكم بعد الفاصل. بعد الفاصل المحاميه نجلاء القحطاني تعرفنا على سلسله حلقات منصتها لازم تعرف. سلسلة حلقات لازم نعرف عبارة عن منصة رقمية خاصة بالأحوال الشخصية والحقوق اللي تقدم من خلالها المحامي نجلاء القحطاني حلقات توعوية لمعرفة الحقوق القضائية وللاستفسارات بشكل مبسط للأشخاص غير الناطقين بالقانون. والحديث أكثر أكيد عنها يسرنا أنه نستضيفها في الأستوديو عشان نتكلم عن هذا الموضوع بشكل أكثر. أهلا وسهلا فيك نجلاء. أهلا وسهلا، نورتيني. الله يسعدك. بداية نجلاء، كلمينا عن هذه البرامج، خلينا نقول، أو هذا البرنامج اللي أنت قررت أنك تسويه على منصة تويتر. شوفي، هو في البداية إحنا كمجالنا كمحاميات وقانونيين عموماً تجينا كثير استشارات من ناحية أمور جدا بسيطة لو سهلناها حتوصل لهم بشكل أسرع. فكان في البداية هو اجتهاد شخصي أني أنا أقدم فكرة شرح للقوانين والبعض الأمور لغير الناطقين بالقانون نفس ما قلتي. طبعا هي مو بس أحوال شخصية، هي عبارة عن سلاسل من المواضيع. نبدأها بالأحوال الشخصية، ثم نبدأ في مواضيع اللي تتعلق برواد الأعمال من عقود والأمور البزنس وكل شيء. يعني لها عدة سلاسل يعني من المواضيع، ومو بس كذا. حاليا إحنا لما يكون عندنا أمر جديد أو تم تحديثه في أمور المتعلقة بوزارة العدل من أنظمة أو أيضا من خدمات تقدم، مثلا نفس اللي قاعد يحصل الآن من ناحية الخدمات اللي عن بعد، طيب إحنا كمختصين راح نفهم اللي راح يتم تحديثه، ولكن احنا كيف نوصلها بطريقة مبسطة للفئة المستهدفة اللي هم اصلا اللي يحتاجون هذه الخدمات. احنا كمختصين حنفهم، بس احنا دورنا من باب المسؤولية الاجتماعية انه احنا نقدمها بطريقة ابسط وتوصل اكثر للفئة المستهدفة. من متى بدأتوا هذا البرنامج؟ البرنامج بديته تقريبا من خلينا نقول 4 شهور اعتقد. بديت بثلاث حلقات، وقفت فترة الأزمة، ولكن إن شاء الله من بكرة حتنزل الحلقات الجديدة. طب وكيف لقيتوا الإقبال؟ هل حققتوا الأهداف إنه الناس يستفيدوا منها؟ بكل أمانة، هو كل عمل راح يكون فيه بعض الأخطاء البسيطة من ناحية التكنيكال ممكن أو أي شيء ثاني، ولكن بكل أمانة الكثير أنبسط، الكثير استفاد، لأنه نتكلم عن المواضيع اللي تهم هذول الناس اللي أنا أصلاً وهم الفئة المستهدفة لي في هذا البرنامج. ممتاز، يعني أنا ما شفت قبل كذا في منصة تتكلم عن القانون بهذه الطريقة المبسطة والسهلة والسلسة اللي ممكن توصل الكثير. ومو شرط أشخاص غير، فيك أشخاص كثير كمان فاهمين في القانون بس يمكن يحتاجون هم يحتاج المسألة التبسيط أكثر. طب كيف تميزت بحكم أنها عن بعد؟ أنا أقول لك الحين كل شيء عن بعد صار أقرب إلى
شخص من أي حاجة ممكن يروح. مثلا أنا أبغى أدور عن الأحوال الشخصية، عن موضوع مثلا اللي هي أول حلقة، الفرق ما بين الطلاق والفسخ والخلع. إلى يومك أعتقد لو أنا أسألك بقول لك إيش تعرفين الفرق من بين الفسخ والخلع والطلاق، حتقولي هم كلهم حينفصلوا، بس هل تعرفي أي واحد مسموح للمرأة، الثاني للرجل، أي واحد فيهم للقاضي؟ هي أمور إحنا يعني متداولة ونسمعها، ولكن ما نعرف بالضبط إيش هي. ففكرته أنه أنا أوصلها لك، حتى لو جتني استشارة يوم من الأيام من أي من العملاء، أنا أقدر بس أرسل لها رابط الشرح للموضوع حقها، كذا يكون وصلتها الاستشارة مجاناً، نفس الوقت تقدمت الخدمة اللي تحتاجها. يعني احنا شايفين بعض لقطات من العمل، يعني ما شاء الله في إعداد، في كتابة، في كمان جرافيك، في تصاميم. قد ايش استغرق منكم وقت عشان تنتجوا الحلقة، ومين اللي بيكتب المحتوى؟ طيب انا اشرح لك اياها بكل امانة. هي بدأت انا كان عندي عميل مصور، عميل عنده امور بخصوص عقوده وما الاشياء هذه كلها، فقعدت اقول له انا ودي صراحة اصور، قال لي يلا نسوي تست. اول حلقة ترى كانت تست في نفس اللحظة، في نفس الوقت ما كنت عاملت لها اي حساب. حلو. بعد كذا شفت الموضوع انه من اول يوم وصل عدد الفيو لل 146 الف تقريبا، which is انا اشوفه، انا وقتها ما كان عندي ترى فولورز يعني. فشفت انه الموضوع لا، في الناس تبغى، الناس متعطشه لهذه المعلومات. صح. فهو بالنهايه اجتهاد شخصي فقط، انا والمصور اللي قاعدين نشتغل عليه، حتى الاعداد بنفس اليوم انا بنفس اليوم. يس، ولكن الامور قاعده نسيطر عليها، وحتكون يعني في حلقات جدا بتكون مهمه لجميع الفئات، زي ما قلت لك رواد اعمال، اصحاب بزنس، حتى في المرحله اللي احنا فيها من ناحيه الاستحواذ والاندماج وهذه كلها راح تكون ان شاء الله سهل. يعني يمكن نقول انه البدايه كانت بالصدفه، لما انت طلبتي من المصور انه انتم مثلا تجربوا انكم تسووا حاجه زي خلينا نقول بايلوت، ولكن الموضوع ما شاء الله مكتبي اللوكيشن في مكتبي وفي المكتب حقك كان جميل جدا. طب ايش الهدف الاساسي؟ لفين تبغى توصلي؟ شوفي المقاطع هذه لو بتلاحظين ما فيها اي شيء متعلق بانكم يتخلي منها، لو تلاحظين ما في اي لوجوز، ما في اي شيء، لانه زي ما قلت لك هي بدايتها ترى كانت أوصل فكرة ومعلومة أبسطها للفئة المستهدفة. مستقبلا إيش بيصير في هذا؟ أنت قلتي ما كان عندك فولورز في البداية. لا. وبعدين صار الفيوز مرة. بس سويتها كذا. ولكن بس أنت مو شايفة إنه كذا بالعكس أفضل، إنه هو لما يزيدوا الفولورز ويعرفوا معلومات جدا مهمة. أنت بتعرضي محتوى جدا رائع. مثلا الأحوال الشخصية هو أصلا مش تخصصي. فالناس بتقول لي نجلة أنت سويتي هذا الشغلة، خلينا نكون صريحين، أنت سويتي هذا الشغلة عشان والله تشتهرين في مجال. أنا لو بشتهر بديت بالتخصص حقي، فأنا بديتها بالأحوال الشخصية، لأنه بكل أمانة الناس متعطشة للمعلومة. صح. جدا، ولكن صح. كل واحد يقدمها بالطريقة اللي هو يراها مناسبة. ويمكن كمان نجلة متعطشة أنه يشوفوا محتوى هادف، محتوى فعلا قيم ويقدم لهم الكثير، وفي نفس الوقت صحيح. صح. بسيط زي ما قلت. بالفعل يعني يمكن نشوف كثير مثلا سيدات يحتاروا يعني في القانون، يقول لك أنا ما أعرف أروح لمين، لا إذا رحت لمحامي استشارة حتكلفني يمكن شيء كثير يعني. صح. طب كيف أقدر أسوي كذا؟ كيف إيش الفرق بين الخلع مثلا ولا وفسخ النكاح؟ كيف أقدر كيف أعرف حقوقي؟ وهذا منصة بالفعل كنا محتاجينها، خصوصا على التغيرات الكثير اللي بتحصل في العدل وفي القضاء عندنا، وفي قوانين كثير بتستحدث، فمننا مواكبين، مننا عارفين طب إيش الصح والغلط. طبعا هذه منصة جدا ممتازة لكلنا، يمكن حتى للمطلع حتى. صحيح. إنه يعرف إيش اللي حاصل على أرض الواقع من ناحية القضائية. لكن دور الإعلام هل ساعدكم في هذا الموضوع؟ نعم، يعني بكل أمانة كثير ناس جوني إعلاميين حقيقة يعني انبسطوا على هذا العمل. صارت عندي مسؤولية كبيرة. أول كنت ماخذ الموضوع ترى عادي، يعني اجتهاد شخصي بحطه كأنه أي فيديو، كأنه يصور سناب شات أو غيرها. لما شفت الموضوع لا لاقى إقبال جميل على هذا البرنامج، بكل أمانة لا قاعدة أشتغل على الأمور، يعني حتى حلقة بكرة بإذن الله اللي حتنزل عن موضوع الحضانة، وفي ناس ما يعرفون أنه لا يوجد الآن تمييز بين الولد والبنت فيما يتعلق بالحضانة، هذه معلومة طبعا. برضو الناس ما تعرف أنه حاليا ألغيت دعوى الضم، يصل الابن أو البنت إلى عمر البلوغ سن الرشد يختار هو المكان اللي يبغى يعيش عنده. جميل. أنا ما أبغى أتطرق أكثر في هذا الموضوع، لأنه أنا بصراحة أول مرة دحين أعرف منك أنه صار في تحديث بالنسبة للحضانة. كثير يعني كلنا يمكن حتى أنا أول مرة أسمع، ويمكن كثير من المشاهدين والمشاهدات يقولوا أوف هذه معلومة جديدة، أنا ما كنت أعرف أنه البنت، كانوا يحسبوا أنه البنت خلاص تروح لأبوها تلقائيا. تلقائي. صحيح.
طب جميل جدا، يعني احنا بنشوف من جد محتوى هادف وقيم وقاعد يقدم خدمات ومعلومات جدا مهمه بشكل بسيط. تقييمك لمثل هذه المنصات، يعني احنا قبل شوي قلنا يمكن احنا انت الوحيده، يمكن انا ما قد شفت صراحه احد بيبسط القوانين سواء الموجوده او المستحدثه للناس، فانت تقييمك لمثل هذه المنصات عالميا بشكل نتكلم كبير. في من الزملاء والزميلات مجتهدين وممكن برامجهم افضل من برامجي بكل امانه، ولكن ربما وجهه نظرهم هي لما يقدمون هذا الشيء يقدمونه لمين؟ لطلاب القانون. يبسطوا لهم المواضيع بمصطلحات دقيقة. أنا مرات ممكن يجيني بعض الانتقادات، نجلة أنت قانونية ليش تختاري المصطلح هذا؟ لابد يعني تكوني دقيقة. لا لا يا جماعة، أنا ما أنتظر تقييم أو تدقيق على عيني وعلى راسي من المختصين، ولكن أنا قاعدة أبسط قد ما أقدر بالمعلومة بشكل عام للفئة المستهدفة. ولكن في عندي زملاء وزميلات في المجال أبدعوا جدا، ولكن كل واحد على حسب الفئة المستهدفة اللي يبحث عنها. طب نجلة، إيش هي أبرز القضايا اللي مثلا أنت شايفتها على أرض الواقع من خلال ممارستك لمهنة المحاماة إنه الناس جاهلين فيها تماما؟ جميل. ما هم عارفين القوانين اللي فيها. طب جميل، شوفي أول شيء لما أنا بديت في البرنامج بديت بالأحوال الشخصية. السبب قضايا الأحوال الشخصية هي قضية اللي تهم جميع فئات المجتمع من الكبير إلى الصغير، لأن هي حياتنا، هي إحنا قضايا الأحوال الشخصية. بعدها رح ننتقل من ناحية العمل سواء بالبزنس أو كموظف، من نظام العمل إلى المشاريع من A للزد، يعني على قولتهم من العقود، من الأمور المستحدثة في القوانين. شوفي القانون والأنظمة ولوائحها والتعاميم اللي تصير ترى بحر، فمستحيل حننتهي من مواضيعه. صح، كل المواضيع مهمة. صح، جميل. يعني يمكن نجرى كثير مواضيع لها إيجابياتها وسلبياتها. صحيح. وممكن بتخشي في كثير، مثلا في ناس حابين وداعمينك وبالعكس فرحانين انه انت بتبسطي هذه المعلومات لهم، ولكن ممكن في ناس يجوا ياخذوها بمختلف يعني بمنحى اخر. صحيح. مختلف يمكن يكون انه انت كمحامية ليش بتتكلمي او ما بتجيبيها زي ما هم حابين انه بشكل قانوني. بشكل عام السلبيات والايجابيات اللي ممكن تواجهك في مثل هذه المنصه، وايضا مدى وعي الناس اللي انت لاحظتي. شوفي في البدايه لما بديت بحلقتي نزلت اول حلقه بكل امانه انا ما ادري وش راح يكون لها اقبال. لما شفت انه مثلا على يعني من الناس اللي كانوا داعم لي فقط لانه شاف الحلقه مثلا الاستاذ فايز المالكي، من الناس اللي رتوت لي وأشاد على هذه الحلقة، هنا حسيت من جد أنه لا، هذا الموضوع لابد أنه يكون بطريقة أفضل. وصدق صرت حريصة وصار له حيز في حياتي من ناحية الإعداد واختيار المواضيع. فلما قلتي أنت أنه هذه المواضيع كيف راح يكون لها دور في هذا المجتمع من احتياج، حقول لك إيوه، هي حيكون هي احتياج كل العالم. مهما تطورنا، أكيد. مهما رحنا، مهما جينا، إحنا حنحتاج لأحد يفسر لنا القانون. الامور القانونيه. واحنا لما انت ما انت متخصصه ما حتبحثي ولا حتعرفي وين الاشياء الجديده والانظمه. انت اللي عليك يا عاجل يا سبق في تويتر او في وسائل التواصل الاجتماعي. بس في اشياء مو الكل حينزلها. مزبوط. احنا كمختصين حنعرف ايش الاشياء الحديثه اللي ولقيتي وعي من الناس. يس، بكل امانه. ايه، فعلى قولتهم انت مستحيل حترضي جميع الاذواق. اكيد. فان شاء الله نقدم قد ما نقدر الشيء اللي نكون احنا راضيين فيه اولا، وبعد كذا نقدم الفائده ان شاء الله. هو البرنامج على تويتر بس؟ على تويتر، يوتيوب، ومستقبلا يكون اكبر باذن الله ان شاء الله. كم حلقه الى الان؟ الى الان 3 حلقات، لانه ترى قلت لك من قريب، ولكن مجهزين 10 حلقات زياده. لا يلا برافو، باذن الله يكون يلاقي استحسان اكثر. حنشوف حلقه بكره خلاص ان شاء الله باذن الله. نجلة شكرا لك، وشكرا لوجودك معنا. بالفعل منصه جدا مهمه وجدا نحتاجها كلنا، يعني حتى للاطلاع عشان نعرف ايش اخذ المسجد. يشرفني هذا الشيء. شكرا لك نجلة، شكرا لوجودك معنا اليوم. العافيه. مشاهدينا فقراتنا مستمره، ولكن انتظرونا بعد الفاصل. بعد الفاصل، كمامات قماشية صنعت بأيدي السعودية عهد عبد الرحمن من الأسر المنتجة، تتحدث عن مشروعها لصناعة الكمامة. الشباب السعودي سباقين في كل شيء، وتبين هذا الشيء من أول ما دعت وزارة التجارة الأسر المنتجة
لانتهاز الفرصة والبدء في صناعة وبيع الكمامات القماشية. معنا اليوم شابة سعودية استغلت الفرصة وبدأت في صناعة هذه الكمامات القماشية، ولكن بطريقة مختلفة وجذابة ومحببة إن الواحد يلبسها. خلونا نرحب معنا بالاستوديو بعهد عبد الرحمن. هلا وسهلا بك يا عهد. هلا والله. بداية عهد، قبل ما ندخل على موضوع الكمامات، يعني أعطينا نبدأ عن نفسك. أنت أصلا من الأسرة المنتجة، وإيش كنت تسوي أو تبيعي؟ أنا اسمي عهد عبد الرحمن، خريجة معهد إدارة، درست في أمريكا 4 سنوات. كان عندي بزنس سابق اللي هو طبخ، بس بسبب دراستي وتربية طفلي تركت المشروع، والحين بدأت بمشروع الكمامات. انشغلتي شوية عشان البيبي، بس الحلو في الموضوع يا جماعة انه في اشياء خاصة بالاطفال احنا نتكلم عنها دحين. ليه فكرتي في ان انت تسوي كمامات؟ صراحة انا وصديقتي كنا بمكالمة هاتفية وكنا نتناقش فيها بتغريدة وزارة التجارة بحث الاسر المنتجة بصناعة كمامات، وفكرنا اننا نبدا بخصوص، يعني كنا بس فكره الاطفال كنا بنقول. بعدين لاقت يعني رواج كبير، رواج كمان كبير يمكن الناس حابه هي تحسيها كمان الكمامه سهله الاستخدام، الواحد يقدر يغسلها ويرجع يستخدمها. صحيح. ايوه صحيح، يمكن عاده استخدامها بالغسل. طيب إيش المواصفات والمقاييس اللي المفروض تكون متوفرة في الكمامة عشان تكون فيها المواصفات اللي تحمينا إن شاء الله من هذا الفيروس وغيره؟ وزارة التجارة طلبت مننا أننا تكون كمامات قماشية. طبعا دورنا وشفنا الدراسات، وحسب دراسة الجمعية الكيميائية الأمريكية القطن والشيفون تحمي إن شاء الله 97% من الفيروس. فكان هذا القماش استخدمناه أكثر شيء. وكمان زدنا فتحة بالكمام في حال أي عميل حاب يزيد الطبقات كنوع من الحماية ممكن يزيدها. يعني هذه واحدة من الكمامات اللي للأطفال وفيها فتحة، أنا لاحظت فيها فتحة من وراء. صحيح، عشان العميل يقدر يزيد مثلا أقدر أحط زيادة قماش زيادة عشان زيادة. حلو. يعني هذا الأطفال مرة شكلها لطيف، وبالعكس كمان لأنه ما في كمامات قياس، يعني لها قياس للأطفال. صحيح. بصراحة أبدعتي أنت فيها. عهد، من الطبخ طبخ للخياطة، مستحيل تكوني فاكرة كل حصص التدبير المنزلي زمان. لا طبعا. أيوة. كيف أبدا. كيف من جد أتقنت؟ يعني ما شاء الله أنت كنت من أوائل السعوديات اللي سووا أو صنعوا الكمامات القماشية. صحيح، أنا زي ما ذكرت زميلتي كان صديقتي تسكن معي بنفس الحي، هي اللي تخيط وعندها ماكينة خياطة جيدة واحترافية من نوع سينجر. فكان سهل علينا أننا نبدأ بسرعة، وبدينا وجربنا وكنا نشوف فيديوهات باليوتيوب كيف صنع الكمامة القماشية، وكنا نحاول، يعني في موجود أطفال عندنا كثير، فكنا نحاول نشوف المقاسات وحتى كبار السن يعني. حلو. فلحد ما أتقناها وصرنا نصنعها بهذا الشكل. نتهيألي هذه لونها أصفر مرة صغيرة، يعني صحيح حقت أطفال برضه، حقت بيبي كذا، حق سنتين. صحيح. يعني طب هذه، يعني في ناس ما يحبوا يلبسوا كمامات أقمشة أو إنهم متخوفين من هذا الموضوع، يقولوا كيف نرجع نغسلها مرة ثانية، فكيف طريقة غسلها وتعقيمها وكم مرة أقدر ألبسها؟ طريقة غسلها وتعقيمها عادية لأنها قماشها قطن زي غسل الملابس العادية. تعقيمها بالنسبة لي أنا قبل ألبسها كل شوي أصير معاي سبراي الكحول. حلو. أصير أعقمها وألبسها. وبرضو إحنا لما نخلص منها نعقمها ونغسلها ونغلفها عشان نطلعها للعملاء. جميل. يعني خلينا نتكلم شوية على طريقة صنع الكمامة بشكل عام. يعني احنا يمكن شفنا مقطع فيديو تنشر كثير في تويتر كيف تقدر تصنع الكمامة القماشية. صح. بس يمكن نزلته قطعة وزارة الصحة كمان. ايوه يعني. بس كانت قطعة القماش جدا كبيرة، مربع يعني. ايوه. صح. وباين انه قطعة القماش برضو ثقيلة. كيف تختاري نوع القماش؟ كيف تختاري المطاط؟ تزبطيه مثلا يكون كله بنفس القياس؟ زي ما قلت احنا كان عندنا اشخاص كثير اعمار متنوعه أطفال. بالبيت. اي، فكنا نجرب عليهم، احد يقول لا ضيقه من عند اذني، احد يقول لا وسيعه من تحت. القماش واحد يا عهد؟ لا، كذا نوع من القماش، فيها شيفون وفي قطن، واحيانا نحط دبل الطبقات عشان نزيد الحمايه.
هذه شايفتها المقلمة، أعتقد أنها سميكة شوية. أيوة سميكة، نفس القماش نوع سميك. سميك. طيب كم كمامة إلى الآن خيطته؟ تقريبا خيطنا 300 كمامة بيني أنا وزميلتي. عليها طلب؟ يعني في ناس طلبت؟ أي عليها طلب شديد. حلو. خصوصا كمامات الأطفال، يعني لأن الناس مو قادرين يلقون كمامات. صحيح مقاس صح. مقاسها كبير كلها. أي. صحيح. وهذه بتجي يعني مثلا لو تورينا هذه الصفرة طريقة قصتها وخياطتها، يعني أحسها هذه بتجي على قد الوجه. بس ترفعيها قدام الكاميرا إذا سمحتي. صحيح. أيوه. مقاسها جدا صغير. أيوه. تناسب عمر الأطفال. كيوت. يعني فرق بينها هذا الحجمين. صح. أيوه في فرق. يعني في فرق بين الحجمين. صح. تمام. هذه حقت أطفال، هذه حقت أطفال أكبر شوي. ريم البسي حقتك اللي فيها بكاج. هذه صغيرة. صغيرة. أخاف المكياج يخرب يعني صراحة. بس هذه صغيرة يعني. فلا والله جيدة. لا حتى مقاسها عليكي. انت صغيره ولا الكمامه اللي سويتها؟ طيب انت قلتي لنا انه هي طبقه واحده او طبقتين، طبق في مجال انه الشخص ممكن يضيف زياده. صحيح. احنا قبل يومين عهد استضفنا طبيب وسالناه عن الكمامات القماشيه. صح. وقال ما فيها اي مشكله، يعني الناس اللي كانت متخوفه من الكمامات القماشيه وكذا الحين بالعكس بدات تطلب، وكمان تاكيدا على ذلك الاطباء بيقولوا ما في اي مشكله يقدروا يطلبوها. ايش الناقص مثلا، خلينا نقول شيء تحسي انه هو ممكن تكتمل فيه الكمامه؟ أنا بالنسبة لي أشوفها يعني كحماية مرة زينة. الناقص ممكن أزيد عليها طبقة زيادة، بس أنا بالنسبة لي التنفس يعني بيصير صعب. صح. فطبقتين كمية يعني مناسبة للتنفس وكيف أعيش معاها يومي، لأني بستخدمها طول اليوم. مزبوط. فأشوفها مناسبة. لا حلو. طيب البعض يعني ممكن يقول إنه دائما أسعار الأسر المنتجة بتكون غالية شوية، ففي الآن مع التوجه إلى صناعة الكمامات القماشية من قبل الأسرة المنتجة، كيف أسعاركم؟ هل هي في متناول الجميع؟ أسعارنا في متناول الجميع، وصحيح أنا شفت كثير أسر منتجة قاعدة تبالغ بأسعار الكمامات القماشية، بس أنا أشوف في ظل هذه الأزمة المفروض أننا نتعاون وما نستغل هذا الموضوع، لازم يكون السعر في متناول الجميع يقدرون يشترونها. طب عهد يعني يمكن مؤخرا شفت الكمامات البراندات عالمية. صحيح. ايش رايك فيها؟ ما اعرف، بس احس يعني بالنسبة لي بشتري كمامة بسعر معقول واقدر اغيرها بالايام، يعني كل يوم البس واحدة مثلا، مو البس كمامة واحدة طول الفترة. على حسب اللبس وعلى حسب. صحيح. وبعدين انت كمان بتختاري الوان حلوه، شكل قماش مرتب، ترى مو شرط يعني اذا كان مكتوب عليها كلمه براند معين. أيه. او تكون من جد ما لها، يعني ما احس انه في فرق كبير، بالعكس جدا جميله واشكالها حلوه، كمان الوانها مختلفه، حبيت السوداء انها كمان تناسب العبايات يعني. صحيح. على موضوع العبايات دحين كمان صار في مصممات عبايات بيصمموا الكمامه زي العبايه. الكمامه مع العبايه. صحيح. صحيح. أيه. كثير طلبي توسعت تصير كمان تكملي سوى عبايات ولا طرح مع ممكن صحيح ممكن. كثير اللي يجيني طلب النساء على الكمامات القماشيه الساده، يعني ما يبغون ملونه يبغوها ساده تكون مع العبايه او في العمل، فوفرناها لهم. كنا احنا بدينا اصلا كمامات قماشيه ملونه، بس تم توفيرها لون رمادي بيج ابيض اسود. حلو. طيب صراحة احلى شيء حقت الاطفال هي للاطفال. احلى حاجه. طيب احنا من الواضح يعني اننا العالم راح يتعايش مع كورونا لفتره اطول. صحيح. يمكن السنوات الجايه والله اعلم. بالنسبه للرجال ما فكرتي كمان تسوي لهم ديزاينات خاصه فيهم تمشي مع الشماغ كنوع من تستخدم اقمشه الاشمغه او الغتر؟ سالنا بس كان الاغلب لا يبغون اسود، يعني في كثير رجال اشتروا لون اسود. فقلنا خلاص بنكمل مع الأسود، وفي أبيض بس طلب الرجال على الأسود كان أكثر. صحيح. إنه بيتحمل أكثر. أي. الأسود يعني ما بتوسخ وشكله أرتب. يمكن وشكله أرتب وبيليق على كل شيء، وهيمشي أكيد مع الشماغ زي ما بيمشي مع العباية وكمان مع اللبس العادي. يعني عهد إحنا نتمنى لك أكيد التوفيق في هذا المشروع الرائع اللي فعلا جاء وطلع وكبر من أزمة، يعني قدرت تكوني لنفسك أو تعمل لنفسك مشروع جدا حلو ومرتب لطيف وكمان في متناول يد الجميع باذن الله. انا مره شاكره تواجدك معنا اليوم، يعطيك العافيه. نورتينا. اهلا فيك. مشاهدينا اكيد احنا مكملين معاكم بعد الفاصل.
بعد الفاصل. رسام الكاريكاتير حكيم يشارك أعماله مع استوديو سيدتي ويحدثنا عن مساهمة الفن الكاريكاتوري في إيصال رسالة توعوية للوقاية من كورونا. مين مننا ما اكتشف مهارات جديدة في زمن الكورونا؟ كاميرا سيدتي سألت الناس عن المهارات اللي تعلموها في فترة منع التجول ونشوف مهاراتهم. تعلمت حاجات كثيرة من ضمنها عملية القيادة. علمتهم كل واحد ياخذ مسؤولية. تمام؟ وهذه الأشياء حسيت انهم ارتقوا كأولاد. ارتقوا في حس المسؤولية. أول كان الأولاد عندهم لا مبالاة. لكن الحمد لله مع الجائحة هذه، مع التعليمات اللي نسمعها من وزارة الصحة وتعليماتنا من القيادة، تعليماتنا من ولاة الأمر، علمونا أنه نحن نكون مسؤولين وأولادنا نعلمهم أنهم يكونوا مسؤولين. والله شوف، أهم حاجة في تعاون في البيت بين الأهل، يعني من ناحية التنظيف والطبخ، تعلمنا طبخات كثير يعني، فكانت اللي تعلمت المشاركة في البيت، في مهام البيت، يعني كل شيء ما يخص ما في البيت يعني بصراحة للأمانة. وكل واحد قريب من أهله أكثر، من عياله أكثر يعني. وأنا ككوني أب يعني أنه تحس بمهام وتعب الأم في البيت، يعني أنك أنت تقدر الجهد اللي هي تسويه في البيت، سواء أنت في البيت أو خارج، فيعطيك انطباع أنه أنت الأم هذه قاعدة تتعب. فأنت لما تقعد تشاركها في المهام تحس بمدى المسؤولية. والله تعلمت أشياء واجد، منها الطبخ واني نظمت اموري اللي كانت متعلقه في الدراسه من ناحيه عن بعد. تعلمت اللغه من جلسه البيت عبر المواقع التواصل، اني اسوي مهامي بنفسي من ناحيه السياره، اغسلها، عده اشياء يعني. انت يعني زي ما شفنا في التقرير كثير من الناس في اشياء حلوه تعلمتها وعلموها كمان اولادهم. مره حبيت الرجل اللي تكلم عن المسؤوليه وعرف اولاده ايش يعني مسؤوليه واهميه المسؤوليه، خاصه المسؤوليه الاجتماعيه. لازم من جد هذا يعني هذا الاب صراحه يعتبر الاب المثالي الان بنظري في هذا التقرير، بحكم انه هو تكلم عن شيء جدا مهم. ايوه المسؤوليه لو ما تعلمناها وما عرفناها، خاصه في هذا الوضع، وضع الازمه اللي احنا فيه الان، يمكن ما راح نعرف ايش يعني المسؤوليه. صح. المسؤوليه هي انه انت لما تخرج تنتبه، تاخذ احتياطاتك كامله عشان لما ترجع لا سمح الله ترجع بكامل صحتك، زي ما طلعت من البيت ترجع بصحتك على البيت، عشان كمان الاهل اللي معك في البيت، اخواتك، اطفال موجودين، ما يجيهم شيء ان شاء الله. يمكن انا اكثر شيء بصراحه حبيته في التقرير المسؤوليه. يعني بالفعل الواحد لو يمشي على مبدا لا ضرر ولا ضرار، انه لا اذي نفسي ولا اذي الناس، يعني لان الواحد ما يضمن، لازم كمان الواحد يلتزم بكل شيء. بفعل المسؤوليه الاجتماعيه، وهنا دورنا احنا تجاه وطننا مره كبير. فكمان كثير ناس اكتشفوا اعاده اكتشاف الذات، وهذا الشيء المهم. كانوا الناس يمكن بعضهم مشغولين ومنخرطين في عملهم، ما عندهم وقت لنفسهم. صح. ما عندهم وقت انهم يسووا اي شيء. في اشياء رجعوا اكتشفوها في نفسهم. التامل مع الذات. التامل ليه كذا بكل تأمل. يعني في وقت فراغ طويل عبير. أنا حسيتك أنت بالناس اللي بتتأملي صاير، أو بتقعدي مع نفسك كثير، لأنه أوقات بتصل على ريم ألاقيها الحالة قاعدة. لا أنا دائما وضعي نفسه، ما صراحة ما أكذب عليك، أنا يعني حياتي من قبل كورونا ومن بعد كورونا، يعني يمكن الشيء اللي كنت أسويه أول في حياتي إني كنت أطلع مع أولادي نروح المول ناكل ويلعبوا ونرجع البيت. هذا هو الشيء اللي ما صار موجود، ولكن احنا دائما كنا في البيت يعني اساسا. التلفزيون جزء مره كبير واساسي في حياتي يعني. برجع البيت بتفرج على التلفزيون كمشاهد، يعني حتى ممكن اتفرج على سيدتي واشوف انه اوف ايش في، مين هذول، عادي مشاهد. فاحب التلفزيون يعني، وعلاقتي زادت مع التلفزيون اكثر. كثير يعني. مننا على فكره يا ريم
صارت علاقتنا مع التلفزيون يعني اوكي بنحط اوقات نتفق، مو اوقات يمكن دائما انا ولا شيء، انا بس تلفزيون. لا بس انا اقول لك انه يعني مثلا في ناس ويعني مثلا احنا عندنا في البيت انه كثير صرنا نحط مثلا نتفليكس الاو اس ان شغال عشان الافلام والمسلسلات وكذا، بس ترى خلصناها صرت بعدين خلاص. ايوه صرت انا خلاص لا ابغى تلفزيون، انا احب التلفزيون، ابغى تلفزيون تلفزيون، ابغى اشوف اعلان، ابغى تلفزيون، ابغى ناس تجي تتكلم معي. ترى انت عارف ايش اكثر شيء احبه في عنصر التلفزيون؟ في التلفزيون عنصر المفاجاه. احب لما اقلب كده والاقي مثلا فيلم الهلفوت، يا الله، ولا مسرحيه فيلم من 3 سنين اوكي، ولا مسرحيه ريا وسكينه، ولا شهيره وبهيره، يذكروك باشياء حلوه. طبعا طبعا السعاده يعني، فهذه المفاجاه يعني لما اشوف برنامجي المفضل او مسلسلي المفضل او شيء عنصر المفاجاه ده مره احب افاجئ نفسي كده، فتخيلي مفاجاه كده وهديه يعني. لا التلفزيون مختلف، التلفزيون اللي طعم فعلا معك حق، يعني انك تبدلي قنوات تشوف تجي تلاقي في قناه معينه في فيلم انت تحبيه، طب خليني اشوف ايش في افلام في القنوات الثانيه، اذا ما لقيت شيء خلاص اوكي هذا الفيلم اتفرج عليه. يعني حلو حلو التلفزيون فعلا، يمكن كثير من الناس قضوا وقتهم مؤخرا في التلفزيون، تعلمنا اشياء كثيره على فكره من متابعه التلفزيون، تعلمنا خلينا نتكلم في الناحيه دي شويه، يعني انا عن نفسي تعلمت انه لا فعلا ترى الباقي صحيح انه كثير تبغى افلام ونبغى مسلسلات حلوه ونبغى، بس الباقي كثير توك شو صارت حلوه. أيوه. البرامج اللي تقدم تلفزيونيا صارت احلى. صح. صار افضل، بيستغلوا الوضع اللي احنا فيه الان ماشي، ولكن انه لا حلوه، قاعد نعرف ايش قاعد يصير، اخبار جديده نحط على الاخبار، قناه الاخبار يعني في البدايه كانت الاخبار تطفش، بس الحين الاخبار شويه انترستد اللي فاهمني يعني الاخبار مؤخرا الحين صارت شويه كذا انترستد، فلا انا كمان صرت من الناس اللي تحب حابه ايوه التلفزيون. طيب اهم شيء تتابع مصارع الحره؟ لا لا طيب الحرائق وحوادث الحرائق في المنازل زادت، وتحذيرات كثير من للرجال اللي اكتشفوا مواهب الطبخ، وكمان السيدات اللي توهم جداد على هذا الموضوع. ارتفع معدل الحرائق خلال فترة الحجر المنزلي والأسباب غير واضحة، لكن لعل دخول عناصر جديدة تفتقد للخبرة بالطبخ كانت السبب وبدون ما نحدد مين. وهنا راح نقدم لكم أهم 5 أسباب للحرائق في المطبخ عشان تأخذوها بالحسبان. ترك الأكل على النار بدون مراقبة، نسيان الطبخ على النار، ترك المناشف وقفازات الطبخ أو الأقمشة قريبة من النار، عدم اتباع تعليمات استخدام قدر الضغط، عطل في الأجهزة الكهربائية بالمطبخ. واو مخيف جدا، الله يحفظنا ويحفظ كل الناس من جد. يعني فعلا الله يحفظنا ويحفظ الجميع يا رب، بس موضوع قدرة الضغط فعلا مخيف، انا اول مره اشوف هذا الفيديو انه طفله كذا كانت رايحه وفجاه هجم عليها قدر. يا ساتر يا ساتر، ما حبيت يعني المنظر هذا طبعا. الله يستر علينا. في معلومه ابغى اقولها، انا في عمري في حياتي في بيتنا وانا يعني حتى انا من تزوجت زي كذا انا ما اعرف ايش يعني قدر الضغط هذا، ودائما اتساءل ايش هو ده قدر الضغط، هو قدر وليش الناس تستخدمه يصفر او لما يصفر اعرف جاهزة. بس انه يسهل أيوة. لا يخلي مثلا اللي يحتاج 3 ساعات وفي اكله تحتاج 3 ساعات، في مثلا ناس بتسوي حاشي، في ناس مثلا تسوي جريش ياخذ وقت، يمكن صح، بس انا صراحه يعني اكبر طبخه عندي تاخذ 1.25 ساعة بس خلاص. انت ما بتسوي حاشي ولا جري؟ لا صراحه لا. طب ايش اكثر الحوادث اللي للاسف بتخافي منها او ممكن انه انت تبتعدي عنها وتحاولي انه انت تمنع نفسك انها تصير لا قدر الله؟ ايوه اكثر شيء يمكن ودائما يعني في رمضان القلي، لانه احنا نقلي مثلا السمبوسه وزي كذا بالزيت العادي يعني،
فقال يمكن هذا أكثر شيء إنه واحد لازم ينتبه يقفل باب المطبخ، ما في أطفال حواليه، ما في أطفال يجروا، ما في أطفال يدخلوا، لا ترمي السمبوسة وتجري بالضبط يعني. فالواحد ينتبه يعني، طبعا إلا ما يتطش عليك الزيت شوية، بس من المهم إنه واحد بعد ما يخلص القلي على نفس الصينية اللي قلى فيها أو الطاوة أو المقلاية لازم على طول يشيلها، على الأقل يحطها في الفرن ويكفر عليها. أيوة صح. لأنه لا سمح الله تقدر الأطفال بيجروا يروحوا يجروا يعني. الرجال للأسف أصيبوا أو سمعنا يعني فترة خصوصا في رمضان إن هم كثير يعني انصابوا، يمكن ما يعرفوا الأساسيات، حريق عليها. حريق يعني أشياء بسيطة الأساسيات يعني، مثلا ممكن زيت حط، ممكن جاء حط أيوة. فوقه موية أيوة، ترى يكب السمبوسة ويجروا بالضبط يعني، فهذه هي المشكلة يعني، أو أنه يحرق الأكل ما يعرف. طبعا مو زينا إحنا أكيد طبعا يعني. لا في في يعني يقعد يخلي الأكل ويعلي النار عليها ممكن من تحت تتحرق ومن جوا ما استوت يعني. بس والله التكتيكات دي ما يعرفوها. شوفي بس أنا اللي حبيته إنه خلتهم الأزمة هذه يدخلوا المطبخ يسووا أشياء، مو عشان شيء مثلا عادي ما في شيء في التلفزيون وجالت إيش بتسووا يلا أوكي أسوي معاكم، سواء كان يقطع حاجة سواء كان يعني مثلا يقلي قلية أوكي، إلا تصير لسعة من الصينية يعني، شو يسوي محترف يقطع لك البصل كده أيوة ويشق اللي أيوة هذه البطيخة أنا مرة الحمد لله بس عدت على خير البطيخة، هذه سالفة أخرى يعني، لكن الحمد لله أنه في كثير من الأشخاص حاولت جربت أن هي تدخل المطبخ ولقت أنه يعني في فعل، حتى لو انه بتنجرح او مثلا لا سمح الله ايوه بالضبط نتعلم مشان نتعلم بالضبط. وفي كثير اشخاص بيتعلموا اشياء كثيره مختلفه ثانيه ريم، زي مثلا عندنا انه شخص يتحدث عن الفن الكاريكاتيري طبعا أيوة. اللي يصل برسالته البديعه لافاق بعيده. الكاريكاتير يتحدث والفنان يكسر حاجز الصمت بفلسفه فكاهيه تعبيريه، وهذا ما قام به الفنان الكاريكاتيري عبد الحكيم بامهير، فقد خصص رسوماته ليوصل رسائله التوعوية بشكل مقنع ومؤثر وبسيط. وأيضا إحنا في برنامج سيرتي يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف، أهلا وسهلا فيك حكيم. أهلا وسهلا نورتنا. يعني حكيم ما شاء الله يمكن في هذه الأزمة إحنا محتاجين أشخاص زي كده بالرسم الكاريكاتيري بالفن الجميل اللطيف المحبب والقريب من القلب يوصلوا رسائل توعوية، لكن كلمنا عن بداياتك كفنان وبترسم. طبعا بداياتي كفنان أشارك اليوم بعد الدراسة وبعد الدراسة وشرق في المعارض وأنا من حد من ثاني مرة أطلع معكم في أخونا فرسانة. طيب حكيم، يعني يمكن في كل فترة من الضروري إنه فنان الكاريكاتير يسلط الضوء على أزمة معينة صح. على موضوع معين صح. اللي شاغل البلد أو اللي شاغل الناس أو اللي شاغل المجتمع. فحضرتك ركزت في الفترة الأخيرة على الكاريكاتير في طبعا. التوعية عن كورونا، كلمنا عن هذا الموضوع. طبعا أي رسام كاريكاتير يكون يتناول أو يناقش قضية تهم الرأي العام، عندنا قضية الأيام هذه المتواجدة اللي قضية كورونا هذا أكثر يلفت نظر رسام الكاريكاتير. طيب كثير من الناس بتتفاعل مع مثل هذه الرسومات على مختلف المنصات الاجتماعية في السوشيال ميديا، خلينا نتكلم مؤخرا يمكن في تويتر كثير فنانين ورسامين برزوا، ايش رأيك في هذا الكلام؟ هل فعلا انت كمان من الاشخاص اللي برزت رسوماتك في هذه الآونة الأخيرة على منصة تويتر؟ أكيد ما في شك، طبعا فترة الحظر المنزلي أعطت كل فنان الراحة والمتسع من الوقت انه يعيد جدول يرتب أولوياته، يشتغل على لوحات قديمة عنده، يشتغل سواء كان رسام تشكيلي أو رسام كاركتير. يعني أنا من ضمن الرسامين الكاركتير اللي خلاص يعني يمكن أنتجت كمية كبيرة في رسم الكاركتير عن نفس الموضوع كورونا. طيب كونك فنان يعني أكيد إحنا كنا بنتكلم إنه كيف الناس استفادت من فترة الحجر وكيف طلعت المواهب اللي فيهم، فهل هذه الفترة كانت سلبية أم إيجابية لك إنك تركز على هذا الفن أو هذا العمل؟ بالعكس أنا أتوقع أن الفترة كانت إيجابية يعني، لأنها أعطتني متسع من الوقت وأعطتني يعني وقت كافي إني أشتغل أعمال عندي قديمة، إني أشتغل كاريكاتير، أواكب الأحداث، نشتغل في موضوع كورونا، وزي ما أنت شايف كانت معروضة قدامك إحنا الرسومات، كل الرسمات وقت الحظر.
يعني كثير من الناس اللي احنا كنا نتكلم عنهم قبل شوية حبوا ان هم فعلا يتعلموا من هذه الفترة، زي ما قالت ريم اكتشاف الذات حكيم، يعني هذه نقطة جدا مهمة ان الشخص يكتشف ذاته في هذا الوقت اللي هو فاضي فيه، او نقدر نقول يلاقي شيء او هواية مختلفة، حاجة جديدة. حكيم من المادة اللي موجودة عنده الأساسية واللي هي الرسم الكاريكاتيري قرر انه هو يوعي الناس. قليل ما نلاقي اشخاص زي كذا. يمكن من ناحيه ثانيه ممكن نقول نجله اللي تكلمنا معاها المحاميه قبل شويه برضو نفس الفكره. حكيم كيف انت قررت، او هل فجاه انت قررت انه انت توعي الناس هذه الفتره، ولا مثلا حبيت انه تكون لك بصمه مختلفه؟ طبعا انا استاذ عبير، يعني كل رسام كاركتير يعني عنده قضيه يناقشها، اي رسام كاركتير، والموضوع حقت كورونا والجائحه هذه فرصه ان الواحد ان اي رسام كاركتير يدخل في الموضوع هذا. طيب حكيم، يمكن كمان في صورة لفتت نظري، ويعني أنت راسمها عن الكرة الأرضية وصورة خادم الحرمين الشريفين، كيف إحنا في المملكة العربية السعودية بدأنا من البداية هذه الأزمة واهتمينا بالإنسان وبالإنسانية. وكمان يمكن حتى لو شفنا قبل يومين كان الملتقى أو المؤتمر اللي هو حق لقاح كورونا، يمكن السعودية هي كانت الدول من الدول الأولى والأكثر دولة تبرعت بأكبر رقم في العالم لخدمة الإنسانية، ليس فقط المواطن والمقيم على هذه الأرض بل على مستوى العالم. قد إيش مهم إنه فنان الكاريكاتير يوصل الصورة إلى العالمية؟ طبعا ما في شك إن المملكة كانت من الدول الأولى اللي احتوت موضوع كورونا، سواء بالمواقف الاحترازية على فرض الحظر، على الطيران، على الدراسة، على شغلات كثيرة يعني. مظبوط. وممكن نكون احنا من اول الدول اللي احتوينا المرض، وان شاء الله ربنا يقلل الموضوع هذا ان شاء الله ونطلع على خير ان شاء الله باذن الله. طيب حكيم، في الفتره هذه هل حسيت انه انت قدرت تخلق الابداع بحكم انه تواجدك في المنزل، بحكم وجود وقت كافي لانه انت ترسم اشياء مختلفه؟ هل خلقت الابداع لذاتك؟ طبعا الابداع اللي يحكم عليه الجمهور مو انا، لان انا لي انتج. انا الفتره هذه فتره الشهرين ونص اللي راحت يمكن اكثر من 80 كاركتير، 14 لوحه تشكيليه كلها ارتجتها في الفتره هذه. احنا اتوقع ان يعني عمل كافي يعني في المده هذه. صحيح. طيب في بعض يعني الناس ممكن توجهوا انهم مما يكونوا مثلا مختصين في مجال معين بيعطوا دورات للناس اللي حابين يتعلموا هذا المجال زي فن الكاريكاتير، هل مثلا قدمت دورات او حابب انك تقدم دورات للناس اللي حابين يتعلموا هذا الفن؟ والله في دورات، في مجموعه عندي في جروب الواتساب، في دورات بسيطه كنت اقيمها الفتره الاخيره بس الفتره اللي الماضيه اللي راحت كنت مفرغ الوقت كامل لاعمال الكاريكاتير زي ما انت شايفه معروضه عندي. طيب هذا الفن، الفن الكاريكاتير كيف، ايش رايك فيه في الساحه مؤخرا؟ يعني هل يلقى رواج زي ما كان سابقا؟ يمكن كنا زمان الصحيفه لازم يكون فيها رسم كاريكاتيريه، صح ولا لا؟ او اول كان رسام الكاريكاتير يعني مقصر على الصحف او الجرايد. الوقت الحالي رسام الكاريكاتير عنده يعني انتشار واسع في السوشيال ميديا، مواقع التواصل، يعني ممكن نشوف الكاريكاتير أفضل من الفترة السابقة. طب هل هو المستحوذ الآن الكاريكاتير الرقمي اللي هو يرسم على أجهزة، ولا الورقي زي ما احنا متعودين عليه؟ يعني كل رسام عنده أسلوبه وعنده طريقة تخرج الكاريكاتير، في ناس بتشتغل باليد إلى الوقت هذا، وفي اللي يشتغل طبعا كل الوقت حسب الحدث حسب السرعة. فنان الكاريكاتير عبد الحميد بامهير، شكرا لك وشكرا لوجودك معنا اليوم. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل ونكمل معكم فقراتنا. بعد الفاصل مبادرة أنتم أبطال، سلسلة توعوية تطلقها الدكتورة حنان العنقاوي وسيدتي يسلط الضوء عليها. إلى أبطال الأزمة والكوادر الطبية اللي تسهر من أجل الوطن والإنسانية.
أطلقت دكتورة حنان عنقاوي مبادرة أنتم أبطال كسلسلة توعوية أطلقت للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن أهم مواضيعها كيف تكون سعيد مع كل الظروف. خلونا نتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع دكتورة حنان، نرحب فيها عبر سكايب. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا بكم، نورتينا. وأنا يسعدني أني أكون معكم. دكتورة، يعني كلمينا عن هذه المبادرة اللي أنت أطلقتيها أنتم أبطال. الحقيقة المبادرة هي ما جات من فراغ، في خلفية ليها باعتبار التخصصي كأستاذة في تخصص علم النفس صحة نفسية، وفي نفس الوقت سابقا كنت عملت على الأعمال التطوعية، وكان الحقيقة في الفترة اللي قبلها مباشرة في مقال لي عن التطوع العام والتطوع النوعي وأهميته. فبعد لما جات أزمة كورونا، فاللي تابع الأحداث يعرف قد إيش أهمية الدرع الصح النفسي أو الوقاية النفسية اللي تتزامن مع الوقاية الصحية أو نوع من الوقاية الصحية. فبالتالي جاءت هذه المبادرة، خاصة إنه إحنا بنقول العنوان ليها أنتم أبطال، لموجهة أو إهداءها لرجال الصحة اللي يعتبروا في أزمة كورونا كانوا خط الدفاع الأولي لمواجهة هذا الجائحة أو هذا الوباء. نعم. طيب، إذن الغرض من هذه المبادرة هي تقديم الدعم النفسي لأبطال الصحة، وزي ما ذكرتي هم اللي واجهوا هم الخط الرئيس في مواجهة هذه الأزمة، لكن كيف ممكن ندعمهم؟ كيف إيش هو الدعم النفسي اللي بتقدموه لهم؟ طيب خليني أقول لك بطريقة تانية. الحقيقة هي الإهداء أو الشعار ليها أنتم أبطال موجهة لرجال الصحة، لكن إحنا في جزئية أو التفكير في هذه المبادرة تأخذ محورين. محور نقول لرجال الصحة نحن معكم كمواطنين، نقدر ما تقوموا بفعله، وهذا يعتبر نوع من الدعم النفسي لهم. من ناحية أخرى أو المحور الثاني، أننا نقول لجميعنا كأبناء وطن أن هنالك طرق ووسائل وأدوات من الممكن أن نعمد إليها حتى تزداد قوتنا النفسية لمواجهة هذا المرض. نعم دكتورة حنان، مين الفئة المستهدفة من أبطال الصحة؟ يعني هل أنت خصصتي أشخاص بحد ذاتهم مثلا مسؤولين طوارئ، إسعاف، ما إلى ذلك، ولا في فئة مستهدفة أنت حددتيها؟ وكيف يقدروا يتواصلوا معاكم؟ طيب هقول لك شيء. الحقيقة هي موجهة للجميع الفئات، لأنه زي ما قلت هي دعم نفسي وتحية لفئة أبطال الصحة النفسية، وفي نفس الوقت هي موجهة للمواطنين بجميع فئاتهم العمرية. كيف يمكن التواصل؟ هي كانت عبر تويتر، وكانت نقدر نقول إنها تدخل في باب التطوع، فبالتالي هي مجهودات شخصية. كان في مساعدين، مجموعة من الشابات والشباب زي فاطمة العلي، حسن حسين، يوسف تنبا، حاولوا أنهم هم التصميمات، المونتاج للفيديوهات اللي طلعت. كانت نقدر نقول إنها عمل مواطنين يعني يريدوا أن يكونوا مكملين لما يقوم به رجال الصحة. خليني أذكر جزئية معينة. يعني مصادفة القدر، أنا واحد من أخواني يعمل في قطاع الصحة، والحقيقة يعني خليني أحكي عن وقائع معينة. لما كان بيحكي لنا في أثناء، طبعا ما كنا في الأزمة، كان يقول مثلا أثناء حظر التجول لما يقابلوه رجال أمن كانوا بابتسامة، طبعا يكون لابس اللبس الرسمي ورايح للعمل،
ابتسامة ويمشوه مباشرة من غير ما يوقفوه وعبارات يعطيكم العافية. فلاحظت إنها إنه زي هذه المواقف لرجال الصحة، واللي من أحدهم أخواني، وطبعا كل رجال الصحة هم أخوان وأبناء لينا وأباء. فشوفي كيف كان بيحكي إنه التعامل الجميل، الكلمة الطيبة، نعم، لي بالضبط الابتسامة يعطيك العافية، كيف كان ليها تأثير. فهذا طبعا إحنا نتكلم ونقول إنه الدعم النفسي في غاية الأهمية، لأنه أساساً يعني نعرف من خلال الدراسة وحتى من خلال واقع حياتنا إنه ما تفكر فيه هو واقع حياتك. طيب دكتور، طيب دكتورة حنان، يعني حضرتك تكلمتي عن يعني بعض الأشخاص، أبغى أركز أكثر عن الأعضاء، يعني من أنتم الأعضاء؟ كيف بتقدموا هذا الدعم النفسي؟ يعني هل هو عبارة عن رسائل مكتوبة، عن فيديوهات مصورة؟ كلمينا عن الرسائل اللي بتدوها، كيف بتوصل للأبطال الصحة؟ طيب عبر تويتر، كان هناك تويتات طيب مختلفة، أو بمعنى صح متتابعة في نفس الوقت، إضافة لفيديوهات متخصصة بحيث إن لا تزيد مدة الفيديو على عدد ثواني دقائق، يعني تقريبا دقيقة. نعم. الأعضاء اللي موجودين معايا اللي ذكرت من أسماءهم كانوا يقوموا بعملية المونتاج لهذه الفيديوهات، كانوا يقوموا بعملية التصميم للبوستات اللي كنا بنحطها على ننشرها على تويتر طبعا، وآخرها اللي هي الحقيقة تعتبر نتحدث إنه أصبح هنالك الحظر أقل، أو بمعنى أنه نتجه للعودة للحياة الطبيعية، لكن هذا لا يعني أنه يتخلى الإنسان عن المحاذير الوقائية. فهذه البوستات كانت تصميمها أيضا يقوم به. نعم جميل جدا. والجميل أنه كان عمل تطوعي فعلا، يعني جماله انه كل العاملين ما كانوا يتوقعوا التحية اللي تلقيناها كشكر وتقدير من وزارة الصحة طبعا، واحنا نشكرهم على تقديرهم لهذا العمل التطوعي، وايضا مثل قناة روتانا انها تقدر الاعمال التطوعية، فهذا يعتبر شيء جميل، يعني ما كان متوقع بصراحة، سرنا كثيرا. لا اكيد يعني. اكيد دكتورة حنان، يعني المبادرات الجميلة الرائعة اللي زي انتم أبطال وغيرها أكيد لازم أنها تنال دعم وتشوف دعم أكبر، سواء كان من قناة روتانا أو من غير قناة ثانية، هذا حقكم وواجبنا عليكم إحنا نسوي لكم. دكتورة حنان، خليني أسألك هذا السؤال وأحتاج فعلا أنه أنت تفصلي لي فيه، إيش أهم الفعاليات اللي ممكن تقدم في الأمسيات اللي أنتوا بتقدموها، وكمان إيش رأيك فيها مستقبليا، كيف راح تكون مستقبليا هذه المبادرة أنتم أبطال؟ تقصدي بالنسبة لمبادرة أنتم أبطال؟ الحقيقة بنحاول نتجه إنه يكون في أبليكيشن تطبيق يعني أقصد، في نفس الوقت إنه يكون فعلا في دورات تدريبية أكثر كثافة من اللي كانت تعتبر بداية، يعني في نفس الوقت نأمل إنها فعلا تلقى يعني تكبر وتلقى الدعم حتى من الجهات
التعليمية. ليش؟ لأنه إحنا بنتكلم على إنه الوقاية النفسية تعتبر يعني تتوازى مع الوقاية الصحية الجسدية. فلا بد من أنها إن شاء الله يعني تتطور أكثر من ذلك بإذن الله. طب دكتورة حنان، يعني مهم أني أسألك عن ردود الفعل وأصداء هذه المبادرة، كيف ردود فعل أبطال الصحة، الأطباء وكل من يشتغل في هذا خط، في خط الدفاع، كيف وجدتم ردود فعلهم؟ هقول لك حاجة، بالحقيقة أنك أنت سألتي سؤال يعني مس نفسي إجابته. لما بديت كنت متخوفة في جزئية إنه هل نعتبر متطفلين، أو إنه يعني في شيء من الخجل إنه إيش حيكون ردود الفعل. مع أول تويتة، مع أول سنابة، مع أول فيديو، ما تتخيلي قد إيش رجال الصحة أطباء أنا ما يعني تواصلوا، وفي نفس الوقت يعني دائما كلمات شكر وتشجيع استمروا، شكر وتشجيع استمروا، ومشاعر امتنان. عارفة لما نقول إنه في ظل الأزمة التواصل الاجتماعي في غاية الأهمية، لأنه الإنسان أساسا بطبيعته يحتاج للآخرين، يعني هو يعيش بتفاعل مع الآخرين. فيمكن كانت العملية تبادلية، إنهم هم شجعونا وجاءت ردود فعلهم جميلة، وفي نفس الوقت كانوا محفزين إنه يكون في إنتاج أكثر. جميل. يعني جميل، يعني أنا فهمت من كلامك دكتورة حنان إنه هذه المبادرة هدفها إنساني بحت. إن شاء الله، أتمنى يا رب نقدر نقول الحقيقة هذا مجال، الجزئية أو العبارة اللي أنت ذكرتيها مجال واسع للنقاش. لأنه زي ما قلت لك كنت كاتبة مقال عن التطوع العام والنوعي، وبتكلم على أنه صح أنه إحنا بفكرة التطوع، طبعا أنا بتكلم دحين كمبدأ، بفكرة التطوع نحن نشجع عمل خير. أكيد. لكن بجوار عمل الخير احنا نبغى يكون العملية منهجية منظمة تحت رعاية مؤسسة الدولة. ليش؟ لانه في فعلا فائدة كبيرة، فائدة متبادلة ما بين المتخصصين المتطوعين، بالذات التطوع النوعي في مجالات تخصصهم. نعم. وما بين مؤسسات الدولة المختلفة، لانه فيها صح انت مثلا ما تعطيني مقابل مادي، وانت بذلك كمؤسسة دولة في وفر اقتصادي، لكن في نفس الوقت انت بتعطيني ما يتعلق بالتدريب، بالخبرة، بامتيازات مختلفة. فمجال وجدل واسع، او بمعنى صح مش جدل، مجال خصب للحديث فيه ونقاشه، لانه جدا هام. دكتورة حنان، يعني بالفعل يعني رسالة منصة جدا رائعة، ويعني عمل جدا رائع كمان وإنساني، ولكن المهم أيضا إذا كان عندك رسالة توجهيها للمجتمع، خصوصا في الفترة هذه الحالية اللي إحنا بنمر فيها. يعني خليني أقول إنه في جزئية معينة إذا نظرنا بنظرة إيجابية، إنه إحنا كنا متوقعين التطور التكنولوجي والتقنية والتحول الإلكتروني، كنا حسب العلماء متوقعين، أو العالم الافتراضي كان متوقع إنه يتم اللجوء إليه في، أو يكون هو المسيطر على حياتنا في 2040، في 2050. لكن أزمة كورونا استعجلت بي، يعني اللي إحنا بنسويه دحين وأصبح هو الطريقة للتواصل بالنسبة لينا، يعني كان متوقع المستقبلية. فنقول إيش نتيجة كده، إنه لابد أيضا طريقة تفكير مختلفة، رؤية للأمور مختلفة. نتكلم عن إنه إذا عدنا للحياة الطبيعية فأنت معناته لازم تغيرك كورونا.
بالضبط. كده ريحتك انا. لازم تغير القرار. جميل. دكتورة حنان يعني احنا جدا سعيدين فعلا بتواجدك معنا اليوم، شكرا لك على هذه المبادرة الرائعة وكل التوفيق. شكرا مشاهدينا، اكيد رح نطلع فاصل ومكملين معكم باقي حلقتنا اليوم. بعد الفاصل فقرة فنية مع الملحن والشاعر بدر خالد على أوتار العود. تعودت رضا منا ولا قصر معي مرة، وهالمرة غلط غلطة ولكني عجزت أغفر. يا حزب خاطري إني عطيت قلبي وضرر على إني ودي أغفر له، ولكني عجزت أقدر. تعبت من الجفا لأني أبيه بخيره وشره، ولكن عزتي ضدي تشوف أفعاله بمجهر. رضيت استسلم العقلي وقلبي ما رضخ مرة، يقول إن فازت العزة ترى الفرقة بعد تقهر. دائماً مشاهدينا ما ننبهر ببعض الأصوات الشبابية اللي تؤكد من قدرات أصحابها الفنية بالرغم من دخولهم للمجال الفني من فترة قصيرة، فنلاحظ منهم مدى احترافيتهم وإتقانهم لمختلف المواهب ليتحولوا من إنسان إلى مجموعة إنسان يمتلك أكثر من موهبة تتنوع ما بين الطرب والعزف وكتابة الأشعار وتلحينها. معنا اليوم في الاستوديو شاب سعودي جمع عدة مواهب فنية وجد نفسه محاط بتشجيع الناس وتفاعلهم مع مقاطعه الغنائية. أكيد نرحب بصوت الجميل جدا بدر خالد. يا هلا وسهلا بك يا بدر. أهلا وسهلا فيك، أحب أمسي عليكم وعلى السادة المشاهدين بكل خير، ويشرفني التواجد هنا والله. ونحن متشرفين فيك أكيد بدر، ولكن كلمنا عن بداياتك، متى بدأت تغني وتعزف ما شاء الله؟ والله أنا بدأت أغني في تقريبا المرحلة المتوسطة تقريبا لما كان عمري 15 سنة كذا، مع نشاطات المدرسة والأشياء هذه. بدأت أتعلم العزف في عام 2018 تقريبا في شهر مارس. أول ظهور لي شبه رسمي، ما راح أقول رسمي، كان في اليوم الوطني العماني في جامعة ويست فرجينيا في أمريكا. في أمريكا إيه. طبعاً أنا مبتعث في الولايات المتحدة. فهذا كان تقريباً أول ظهور لي على المسرح قدام جمع يعني من الناس، ما هو أونلاين يعني. بس بدر يعني ما شاء الله في 2018 مارس 2018 يعني مدة مو بعيدة وبتعزف عود ما شاء الله بشكل متقن. والله هو أنا أخوي الكبير محمد هو عازف برضو ويغني برضو. فهو اللي أشرف على رحلة التعليمية في العود من البداية إلى الآن، يعني هو معاي في الرحلة هذه. يعني هو كان اساسا في امريكا. طب انت بتدرس كنت يعني انت ممتاز بتدرس موسيقى، بتدرس شيء خاص بالموسيقى ولا ايش بتدرس؟ لا انا اساسا تخصصي هندسي. جميل. ايه لكن فيني شغف للموسيقى والغناء بشكل عام. لا موهبة. يعني يمكن كونك طالب مبتعث وكنت في الغربة، هل هذا الشيء ساعدك انك يعني تغني أكثر، يكون عندك وقت إنك مثلاً تغني بحكم الغربة وبحكم لوحدك وبحكم إنك بعيد، فممكن إنك تفرغت كمان الموهبتك هذه؟ أكيد طبعاً، هو يعني الابتعاث يعطي وقت كبير لتعلم كل هواية، سواء الغناء سواء العزف الرسم كل شيء. يعني الابتعاث هو يعني من الفرص الكبيرة اللي تأخذ علشان الشخص يطور من نفسه ومن هواياته ومن مواهبه.
طب قبل الهوا قلت لنا انه انت كنت يعني اول ما بدات الازمه واول ما بدات اوضاع كورونا كنت موجود في امريكا وكنت يعني منحجر هناك مع نفسك. نعم صحيح. طب حكينا طيب كيف كانت الموسيقى والعود والعزف والغناء، هذه الموهبه كيف قدرت تنميها؟ انا متاكده ان انت كنت عمال على بطال، كل ما طفشت شويه عزفت لك بينك وبين نفسك. ايش كان اكثر مثلا الاغاني او المقاطع الموسيقيه اللي تحب تدندنها؟ والله انا صراحه عن نفسي احب اغني واعزف، يعني كل ما زي ما يقولون يطرب الاذن ويستميل القلب. جميل. يعني انا احب جميع الالوان الموسيقيه، القديم الجديد، جميع الاذواق احبها واحترمها واسمعها واغنيها، يعني برافو عليك. ما مشكله. طيب بدر سمعنا حاجه. اطرب طيب. الاذن واستميل القلب. يلا خلنا نعطيكم. والله بدر بروفيشنال حتى مع هذه الريشه حقت العود وكل شيء. تكم طلال مداح. الله. نام الطريق يا عيوني انا، نام الطريق وسهرت انا، نام الطريق يا عيوني انا، الطريق وسرت أنا، يا خطوة عذبها البعاد، يا دمعة ذوبها السهاد، تعب الطريق ما تعبت أنا، ما تعبت أنا، تعب الطريق ما تعبت أنا، ما تعبت أنا. حاسس معايا بالسهر، سمعني دايا يا قمر، حاسس معايا بالسهر، ولا انت واخداك النجوم، من الفرح ما تقدر تنوم، ناسيني جنبك يا قمر، ناسيني حتى من الهموم، ناسيني جنبك يا قمر، ناسيني حتى من الهموم، يا خطوة عذبها البعاد، يا دمعة ذوبها السهاد، تعب الطريق ما تعبت أنا، ما تعبت أنا، تعب الطريق ما تعبت أنا، ما تعبت أنا. الله يا بدر، بس أبغى أقول لك يعني الأغنية هذه ما في أحد كثير يعرفها. صحيح. يعني مو كثير يعني وكمان إنك تغنيها ومن الأغاني الصعبة. صحيح. طلال مداح يعني الله يغفر له ويرحمه من الشخصيات الموسيقية المفضلة بالنسبة لي. يعني ألهمني في أشياء كثير، فأحب أسمع له. يعني للأمانة ماني مستمع جيد لجميع الأغاني، لكن في أغاني يعني إذا طحت عليها خلاص أمسكها أثبت فيها، تمسك معها لأنها صدق يعني توصل للقلب. جميل. يعني وانت كمان فيك جانب حلو برضو منه يا بدر، انه انت برضو بتكتب الاغاني. اي نعم. بتالف بتلحن الكلمات هذه الاغاني اللي انت بتكتبها وبتغنيها. نعم صح. كلمنا ما شاء الله عن تعدد المواهب اللي عندك. والله بالنسبه لتاليف الاغاني والكتابه، انا نزلت الاغنيه طبعا غير رسميه كانت. الأغنية كاملة كانت اجتهاد شخصي مني، كتابة، تلحين، تصوير، إنتاج، كل شيء يعني. طبعاً طريقتي في الكتابة والتلحين يعني أنا أكثر شيء مريحني إن أقدر كوني أكتب وألحن، أقدر ألحن وأنا أكتب الكلام. فأقدر أني أميز الكلام هذا إيش اللحن اللي ينفع له. بالزبط. أقدر أميز برضو إذا بغيت أعكس اللحن هذا إيش الكلام اللي إيش السيناريو اللي أقدر أحطه علشان أقدر أخلي الأغنية شاملة من كل أنهاك، سواء كان لحن وكلمات. إيه؟ نعم. جميل. طيب بدر، يعني نقدر نقول أنه أنت تبغى تحترف هذا المجال بشكل أكثر وليست فقط هواية؟ أنا في البداية كنت ماخذ الموضوع هواية، الغناء والعزف وكل
وحتى الكتابة والأشياء هذه. لكن يعني أخذت قرار أني أطلع مثلا أفتح الحساب في تويتر وإنستغرام ومنصات التواصل الاجتماعي يعني باقتراح من ناس كثير، وعلى رأس القائمة طبعا أخوي خالد بن جلوي، مساء عليه بالخير، أنا في الاستديو طبعا. يا هلا وسهلا بك خالد. في ناس كثير دعموني، في ناس كثير ساعدوني في المشوار، القائمة تطول يعني، وعلى رأسهم الوالد والوالدة وأهلي يعني كانوا من أوائل الداعمين لي بكل خطوات من البداية إلى الآن. حلو. طب أنت قلت إنه في أغنية أنت كتبتها وسويتها كامل وطلع لها يعني فيديو كليب، أنت يعني خلصتها؟ هو موجود في اليوتيوب طبعًا، الفيديو عفوي يعني له يعني. طب بس حلو يعني سنة. يعني هذه بداية موفقة يعني كبدايتك. طب سمعنا منها كوبليه كده، وبعدين نبغاك تخش كمان على الأغاني الجديدة اللي موجودة في الساحة اللي أنت حابب بتحب تغنيها. يلا. عزاي الخاطري اليوم أبد ما هو لأحساسك، عزاي الخاطري لنا عشق إنسان مشاري، صرتي تتمنى قربي ولكن البقى براسك، ليه ناوي تشفي جرح وانت فيني مسوي، راحت كل ايامي ما عاد يفيد هوجاسك، راحت ما بقت الا ذكرى شخص ما توفي، جبرت الجرح يتحمل جبرت القلب يتماسك، مشيت بدرب مدريبة وضعت وما قدرت انهي، راحت كل ايامي ما عاد يفيد هوجاسك، راحت ما بقت الا ذكرى شخص ما توفي، جبرت الجرح يتحمل جبرت القلب يتماسك، مشيت بدرب مدريبة وضعت وما قدرت انهي. الله الله يا بدر، يعني من جد كلمات والحان وأداء. هذه أغنية ترى، وهذا الشيء اللي يعني ما شاء الله العنصر المفاجئ في الموضوع انه كلماتك والحانك يعني شيء مره حلو صراحه، وصعب انك تلاقي فنان متكامل يكتب ويلحن ويغني في نفس الوقت يعني. ما شاء الله عليك يا بدر. تكلمنا عن طلال مداح وذكرت انه كيف يأثر فيك، ولكن هل نعتبر انه طلال مداح هو ملهمك الاول ولا هناك في فنانين كمان يلهموك؟ طلال مداح انا تعجبني شخصيته الموسيقيه مره كثير، لكن انا عن نفسي كل فنان كل صوت حلو كل عزف جميل اعتبره ملهم لي، سواء حتى لو كانوا من الناس الشباب اللي توهم طالعين الشباب اللي مو معروفين، كل شخص يقدم شيء حلو انا اعتبره هو ملهمي الاول في الموسيقى والغناء بشكل عام. جميل. طب زي مين الان على الساحه الفنيه ممكن انت تشوف انه شخص تقدر تستلهم منه، شخص تقدر تسمع له وتقدر تعزف اغاني بصراحه؟ لانه عشان اكون معك صريحه يا بدر، الان الساحه الفنيه صراحه في كثير عناصر بتطلع على اساس انه هي فنيه غنائيه طربيه، وهي العكس تماما، يعني كل شيء الا الغنى كانت. صحيح. طبعا من الاسامي الشابه يعني في اسامي كثير، زي ما قلت لك في اسامي ما هي معروفه يعني، لكن من الناس اللي موجودين صراحه بالساحه واستمتع جدا وانا اسمع لهم، الفنان عبد الله المانع، الفنان عمر نغمه تويتر، الفنان فيصل سام،
كلهم يعني فنانين صراحة يطربون وأستمتع جدا يعني وأحب أمسلهم بالخير وأوجههم تحية. يعني في توجه كبير لدعم الشباب خصوصا من وزارة الثقافة، هيئة الترفيه، المهرجانات اللي حصلت في السعودية، الرياض وجدة وغيره، هل شاركت في أحد هذه المهرجانات؟ والله أنا ما حصل الفرصة بحكم زي ما قلت لكم كنت مبتعث فما حصل الفرصة أني أشارك، لكن ممكن بإذن الله في الفترات الجاية يعني إن شاء الله نتشرف يعني صراحة. إن شاء الله يا رب إن شاء الله رب ترجع. وإحنا كمان أصلا هنكون مستعدين لك. ما شاء الله بدر صوتك فعلا رائع وعزفك جميل جدا، وإذا هذه الأغنية لك فأنت لك مستقبل يعني بصراحة باهر بإذن الله. لكن إحنا طبعانين في كرمك يعني وتديني كم أغنية كذا نتسلف فيها إحنا والمشاهدين قاعدين في البيت. طيب مين في كمان فنانين غير طلال مداح، غير مثل الأشخاص اللي ذكرتهم عبد الله المانع؟ والله أنا لو بغني لو بذكر الفنانين اللي أحبهم يعني ما راح أخلص، في فنانين كثير يعني. طيب سؤال بدر، أنا أحس صوتك هيطلع حلو لما تغني العبادي الجوهر صحيح؟ عبادي الجوهر ما عندي ذا الإحساس يعني. والله يعني أكيد أنتوا تحكمون. رابح يعني. كانت رائعة منك يعني بصراحة كل شيء حلو، غني اللي تبغى خلاص. الله يسلمك. أنا عجزت غني. أنا كنت مجهز أساسا أغنية اللي هي ظروف الوقت الفيصل السام الفنانين اللي الشباب اللي موجودين أوكي. يعني. أوكي يلا سمعنا. غيرتني عنك ظروف الوقت والدنيا، أنا أتأسف من دنياي لأني عشتها بعينك. أنا ما غيرتني عنك ظروف الوقت والدنيا، أنا أتأسف من دنياي لأني عشتها بعينك. أحبك كل كلماتي ولا لغيرك أبد تنقال، ترى ما هانت العشرة ولا اللي بيني وبينك. أحبك كل كلماتي ولا لغيرك أبد تنقال، ترى ما هانت العشرة ولا اللي بيني وبينك. يا بدر. بدر يعني كيف تشوف طولين مع بدر ممكن نختم معه ما خبر عاد كيف كيف تشوف تفاعل الناس معك، رأي الناس على أغانيك، أدائك، على فيديوهات اللي بتنزلها؟ صراحة أنا في يعني كبداية لقيت دعم من الجمهور، دعم حلو، دعم مرضي وأفتخر فيه إلى اليوم. يعني أفتخر إني بديت بالصورة هذه، بديت على النمط هذا، بديت مع المنصة الجماهيرية اللي عندي هذه، وإلى الآن أفتخر فيها. وفي الناس من اللي يعني من أول الداعمين اللي من الجمهور إلى الآن أعرفهم بالأسامي يعني. و يعني صراحة فخور جدا بالأصداء اللي لاقتها المقاطع اللي أنزلها، والحمد لله أن الناس عجبتهم المقاطع. حلو. طيب إحنا بنتكلم على شيء إنه على منصات التواصل الاجتماعي، بس برضو حنطمح دائما في المزيد والأفضل. يعني ما في مثلا منصة ثانية جو حبوا إنهم يوقعوا معك عقد بحيث إنه أنت تبدأ معهم مشوارك الفني؟ والله إلى الآن حاليا ما فيه، يعني ما صار في أي تواصل، لكن فيه في عمل قريب ان شاء الله هو اللي سنجل هتنزل. اي هو اللي بيكون باذن الله الانطلاقه الرسميه لي بشكل يعني حلو. احترافي ممتاز. وزي ما نقول خارج منصات التواصل الاجتماعي. العمل من الحان عبد الرحمن الاحمد وكلمات شاعر ربان، والعمل جدا جميل ان شاء الله راح يعني انا اثق باذن الله راح يعجب الجمهور باذن الله. طب سمعنا طب سمعنا من العمل ده ولا تخليه مفاجأة يعني مفاجأة تبغى تخليه مفاجأة؟ طب بس هتسمعنا أتبغى نسمعكم شيء ثاني يعني كده ولا كده هتسمعنا؟ طيب ريم إيش حابة تسمعي؟ ريم تحب طلال مداح، أنا دائما تحب الأغاني بس غير ما تسمعنا شيء يا بدر، بس أبغى أسألك إيش طموحك
في المستقبل خصوصا في المجال الفني؟ يعني أنا ما أدري أنت أصلا مبتعث وبتدرس أصلا. صحيح مهندس طبعا. مهندس يعني حاجة مختلفة تماما. صحيح, صحيح طبعا. فإيش إيش طموحك؟ إيش ناوي تسوي؟ والله إلى الآن يعني عشان أكون صريح معك الخطة كاملة ما صارت واضحة, يعني زي ما أنتم عارفين أنا توني صار لي شهرين بديت بالشغلة. نعم. لكن بشكل عام يعني أكيد زي كل فنان يعني أطمح للاحترافية بإذن الله, وإن شاء الله يعني أساهم في تعزيز الفن السعودي والعربي بشكل عام بصورة حلوة بإذن الله. طيب بسمعكم شيء لطلال مداح. طبعا الأغنية هذه يعني بهديها الوالدة لأنها تحبها مرة كثير. أوكي. قلبي طيفلة عربية تعلق قلبي طيفلة عربية تنام بالديباج والحول والحلل تنام بالديباج والحول والحلل لها مقلة لو أنها نظرت بها لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى راهب قد صار لله وابتهل إلى راهب قد صار لله وابتهل إلى راهب قد صار لله وابتهل أصبح مفتونا معنا بحبها لا أصبح مفتونا معنا بحبها كأن لم يصم لله يوم ولم يصل كأن لم يصم لله يوم ولم يصل وله ولها في الناس قول وسمعة ولي ولها في كل ناحية مثل الله. يعني من جد ترى أمتعتنا فعلا بدر, يعطيك ألف عافية. عزف وصوت, إنسان بصراحة موهوب. بعد هذه الحلقة أنا متأكدة أنه أنت إلا ما أنه تجيك شركة توقع معك متأكدة يعني بإذن الله, لأنه فعلا أنت لازم أنت فرصة لازم ما تضيع على المملكة كلها بصراحة. أنا أشكر وجودك معنا اليوم وإن شاء الله يكون وصل الإهداء هذا للوالدة. فعلا نشكرك على اختيارك لهذه الأغنية, رائعة جدا. الله يعافيكم. الله يسلمكم. وسعيد جدا لتواجدي هنا, وسعيد أن إذا بطلع يعني العروض او شيء ان اكون طلعت عبر المنصه كبيره زي اكيد اهلا وسهلا, واحنا نفتخر ان نكون معاكم بدايه مشوارك. الله يخليك ومشرف. مشاهدينا خلينا نطلع فاصل ومكملين معاكم. ومشاهدينا من مجلة الجميلة هنتابع سبوت لايت على كيفية صنع جل منظف اليدين في المنزل. اهلا وسهلا بكل متابعي برنامج سيدة اليوم, حان الوقت لنقدم لكم فقرة سبوت لايت الأسبوعية ونبدأ بأبرز العناوين. وصفة منزلية لجل منظف اليدين. هل تعرفين أنه بإمكانك بكل سهولة تحضير جل تعقيم اليدين في المنزل؟ كل ما عليك فعله هو تحضير هذه المكونات: ربع كوب من جل الأوليفيرا, نصف كوب من الكحول سبيرتو, بضع قطرات زيت شجرة الشاي أو أي زيت آخر تفضلين ريحته. الأساس اللي نحبه زيت الورد, زيت اللافندر, وأكيد وعاء. ليه نقينا مقدار الأوليفيرا مقابل مقدارين من السبيرتو؟ قصدي ليه هيدي المعادلة؟ رح أقلكن.
لأنه هالشي بيخلي نسبة الألكول بالخلطة بحدود 60%، وهيدي الكمية المينيموم المطلوب وجودها لقتل معظم الجراثيم. ضروري جداً أنه يكون المكان يلي عم نعمل فيه الجل نظيف ومطهر بالكلور. لازم نغسل إيدينا كتير منيح قبل ما نعمل السانيتايزر. رح نخلط المكونات وهيك صار عنا جيل معقم للإيدين من صنعنا وبمتناول إيدينا وقت ما بدنا. باي. مكياج عيون خليجي، إليك في هذا الفيديو من الجميلة طريقة تطبيق مكياج عيون ساحر بأسلوب خليجي ناعم بأنامل خبيرة المكياج آية نقاوة. ابدأي مكياج العينين بتوزيع ظل تدريجي باللون البني الفاتح على كسرة العين، حطي فوقه لون بني غامق وادمجي بالريشة. على الجفن المتحرك حطي ظل زهري ذهبي وادمجي. ارسمي بعدها بالأيلينر لإعطاء المكياج أسلوب خليجي محبب مع سحبة خط إلى خارج زاوية العين. رح نرسمه بهالطريقة مثل ما شايفين. بقلب العين رح نحط قلم لون أبيض ورح نثبت الآيلاينر بآي شادو أسود. عخط الرموش من تحت منمد طبقة من نفس لون الظل يلي حطيناه على كسرة العين ومندمجه بالريشة. منضوي زاوية العين وتحت الحاجب بهايلايتر باودر. ننتقل للمسكرة على الرموش ومن بعدها تركيب الرموش الاصطناعية. بالإضافة إلى المزيد ستجدونه على موقع الجميلة.com. شكراً مجلة الجميلة على هذه النصائح اللي بالفعل مفيدة، وأهم شيء صناعة الألوفيرا جل في البيت. يعني هي صعب أن تلاقي سبيرتو تلاقي الكحول نفسه في البيت. غسل يدي تلاقي نغسل يدنا والله. اكيد طبعا احنا لازم نغسل يدنا، بس برضه ضروري يعني معانا في الشنطه للاحتياط اننا عرفنا الطريقه كيف تصير. لا لا ايوه، لو احتجنا احنا عارفين الطريقه كيف تصير. فينا نحط كلوركس ممكن طبعا، وكمان هاشتاج مكملين مع أليسا واللي شهد تفاعل كبير على تويتر، وكان الجميع متفق على جمال صوتها واحساسها. طبعا صحيح، كان في كثير من التعليقات والمشاركات والتفاعلات على الهاشتاج قريب زي ما احنا شايفين. ذا بيست نايت، اوكي، أليسا بجمالها واناقتها الراقيه كانت كاميره من زمن الاميرات. حلو، يفضل احساس يعني أليسا ما يوصف يعني صراحه. إنه كانت متوفقه على حاله بطريقه بتخوف، كل يوم بتثبتي انك رقم صعب، وكل مره بتقنعينا انه لسه في عندك كثير ما تقدم. كل مره بقول شو عندها اليسا، لسه بكتشف انه لسه عندك كثير. يدلي يا عبير ما شاء الله، انت بتبهرينا كمان صراحه. صباح التفاحة، تفاحة قلبي، ممكن كل كم يوم تعملين لنا حفلة ومقابلات، هذا سعودي، ومقابلات وفعاليات. لا ويضل التويتر بحاله، لا ويضل التويتر بحاله، احتفالات وهاشتاجات وترندات عالمية. الحلو في الموضوع المشاركات دي كلها بتبين انه قد ايه الناس مبسوطة على زي كذا. ايوه احنا قاعدين في البيت بس ترى احنا متعايشين، ترى احنا برضه بيعيشوا وبيروحوا ملتزمين، ولكن في اشياء نقدر نسويها من مكان. هيدا الحفل من انجح الحفلات. بدك كفه من ناحيه التفاعل اللي صار على مواقع التواصل، برايي هيدي الحفل من انجح الحفلات بمسيره اليسا، وبنحط بارشيفها وكتفاعل على الانترنت. ما في حفل تفاعلوا الناس معه مثل هالحفل يعني. وخاصه انه وصل لكثير ناس وقدروا يحضروا. واو. اوكي، الميزه الوحيده اللي كسبناها من هالحجر هو صوت اليسا. حلو، اكيد طبعا يعني ما فعاليات او بمعنى خلينا نقول انه تفاعلات كثير. صحيح. مع صحيح. اليسا طبعا وصوتها الرائع، ولسه مكملين. اكيد طبعا لسه مكملين طبعا. يعني انا بس حابه اقول حاجه، قراءتي للتغريدات باللهجه اللبنانيه او محاولتي اني اقراها باللهجه اللبنانيه ما يدل غير على حب اكيد لهذه اللهجه صراحه، واللبنان الشقيق. لبنان شقيق؟ شقيق طبعا. اي لبنان زلال
سلمة. تعالي كمان نروح لفنانة أخرى لبنان سلمة، الفنانة ماجدة الرومي، بعد 45 سنة رجعنا شفناها على غلاف مجلة فوغ أريبيا، وكمان طرحت أغنية هاشتاج غنوا بكل اللغات. خلونا برضو نشوف التفاعل على هذا الهاشتاج كيف كان مشاهدينا. طيب الميزة الوحيدة، أوكي ما انتبهت. تفضل يا ريم. عمل راقي من فنانة كبيرة لها مكانة كبيرة. أكيد الفنانة ماجدة رائعة جدا. ماجدة الرومي طبعا، ماجدة الرومي تبقى فنانة كده أصيلة وكلاسيك. أنا يعني نفسي في أوبرا للفنانة هذه. لفتة رائعة ومتعة سمعية إن ماجدة تغني والكورال بعدها يغني بلهجات عربية مختلفة. أحلى شيء في الحياة طبعا، جميل جدا يعني صوتها، أنه بين وحدتنا في اختلاف لهجاتنا واختلاف كلامنا في أغنية، هذا شيء صراحة جدا رائع منا. خلينا نشوف فيديو. خلينا نشوف الفيديو للأغنية. رائعة رائعة، ما أقدر أقول أكثر من كذا صراحة. سيدة ماجدة الرومي يعني. سيدة ماجدة صراحة دائما مبدعة فعلا، شكرا أصلا لعودتها بهذه الأغنية الجميلة. إذا تغنت بأكثر من لغة عربية أو خلينا نقول بكذا لغة، بكذا لهجة عربية مختلفة، فهي جدا جميلة. خلينا يعني قبل أن نختم معك أنتقل لهرجة سيدتي. هرجة سيدتي اليوم بحكم أنه يوم جمعة، حبيت أني أعرف إيش هي أكثر العادات أو خلينا نقول الأشياء اللي بتسووها يوم الجمعة في البيت. والله عبير أنا على حسب ما أتذكر عاداتنا يوم الجمعة، لأنه جات كورونا خلت الأيام كلها زي بعض للأسف الشديد. نعم. ولكن من عادات يوم الجمعة عندنا بعد صلاة الجمعة وكذا الغداء لازم يكون عائلي. صح، لازم يكون عائلي، لازم يكون سمك. نعم. لازم يكون من برا. صح، أنتوا زينا. أيوة لازم، هو يوم الجمعة. أيوة. طبعا يعني إجازة للبيت، للوالدة، اللي يشتغلوا في البيت، ما في شغل، ما حد عشان كده تعال نسوي سمك. وبالضبط نجيب الغداء، يصير الوالد هو جاي من برا يجيب السمك والصيادية ونتغدى بس. هو يا الله، هذا اللي أتذكر فعلا ريم. لا معاكي حق، يمكن أكثر الأشياء اللي أنا أتذكرها ولسه ملتزمين فيها إلين الآن لازم تكون القهوة لازم العربي. وريحة البخور يعني هذا شيء جدا مهم وجدا أساسي عندنا إحنا في البيت. البخور أنا دائما أصحى على صوت سورة الكهف من الوالدة على طول بعمرها، الحمد لله. والبخور طبعا، وهي يمكن عاداتنا هذه كلها متشابهة في بيوتنا العربية أكثر شيء يعني. الحمد لله، اللهم لك الحمد. يعني فعلا يوم الجمعة هذا عيد فعلا، عيد المسلمين، خصوصا اليوم كان أول جمعة يصلوها الناس في صح المساجد. صح، فكان يوم مختلف ومميز، وإن شاء الله الله يديم علينا هذه النعمة ولا يغير علينا، وإن شاء الله يا رب تنزح هذه الغمة عن العالم كله. مشاهدينا إحنا كده وصلنا لختام حلقتنا اليوم، انتظرونا بكرة في نفس الموعد. إلى اللقاء. يا الله.